والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن بمناسبة حلول فترة الامتحانات، ارتأينا أن نقدم هذه النماذج التي انتقيناها لكم لمستوى، والتي نتمنى أن تكون زاداً مفيداً لكم ومعيناً لكم في دراستكم. إذن اخترنا فهنا سنسردها فقط عليكم، نعرضها عليكم لتحاولوا أن تعالجوها بمفردكم، وفي الحصة أو في الحلقة القادمة بإذن الله سنفردها لهذه المواضيع حلقات للإجابة التفصيلية لكل موضوع. إذن هذا الموضوع وهذا الموضوع الثاني، قلت فنتمنى أن تعملوا بجد وجهد لحل هذه المواضيع بمفردكم قبل أن تعودوا إلى الإجابات النموذجية. كما ينبغي أن ننبه أبناءنا وبناتنا الطلبة إلى موضوع فيما يخص تقسيم الوقت ومنهجية العمل. فأنت في مادة الفيزياء لديك ثلاث وضعيات، وضعيتين بسيطتين أو مباشرتين، وهي إدماجية، ولديك حجم ساعي قدره 90 دقيقة. عليك أن تقسم وقتك بشكل دقيق على هذه الوضعيات الثلاث، بحيث يعني نظريا إذا قسمنا فمن الناحية الزمنية كل وضعية تستحق 30 دقيقة، ولكن تطبيقيا لا يكون هكذا. إذن فمثلا نخصص ما لا يتجاوز 20 دقيقة للوضعية الأولى والثانية، ويكون مجموع 40 دقيقة، وما لا يتجاوز 30 دقيقة أي نصف ساعة لوضعية الإدماج أو الوضعية الإدماجية، فيكون المجموع 70 دقيقة. بمعنى يعني أن تنهي حل موضوعك قبل انتهاء الوقت بما لا يقل عن 10 دقائق أو 20 دقيقة، لتكون لديك فرصة للمراجعة والتأكد من إجابتك. من المفروض هكذا. إذن كما ننبه إلى أمر آخر، أن الترتيب الذي يأتيك في الموضوع هو ليس قرآنا لتبدأ بالوضعية الأولى، وإنما عليك أن تقرأ الموضوع قراءة متأنية مرة ومرتين وثلاث، وحينما ترى أن الوضعية أي وضعية من الوضعيات الثلاث تراها متيسرة ومعلوماتها جاهزة في ذهنك، فهي التي عليك أن تبدأ بها، يعني سواء كانت الوضعية الإدماجية أو الوضعية الثانية أو الوضعية الأولى، المهم أي وضعية يتيسر لك فيها الأمر تبدأ بها. وبمجرد الانتهاء من إنجازها على المسودة يتم نقلها على الورقة المزدوجة أو الورقة الرسمية، وهكذا تنتقل إلى الوضعية الثانية ثم الثالثة. في الأخير أتمنى لكم التوفيق في امتحاناتكم وفي دراستكم، وأسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.